وأنا دائما أقول عندما تقول عن فلان زعيم عليك أولا أن تعرف ما هو الزعيم. تعرف لما تكون في أي موقع أنت يكثر المداحين. يتحملها التيار الصدري ضياع الولايات الثانية أم نيران حزب الدعوة؟ السبب بسيط ترى. قصة نجاح راح تكشف قصة فشل، مو صح؟ دقة مثل ما هي. من الآخر دكتور. وأكو ناس ربما صارت وهج سلطة مصلحة، وهذا ترى بالبشر يصير. لأي مدى تتفق مع ما يقال إن حزب الدعوة تحول من حزب عقائدي إلى حزب سلطة؟ مسألة التعامل مع الحكم على أنه ملك شخصي للشخص أو للحزب أو للجهة الفلانية هذا انحراف. هل التيار الصدري كان سببا في عدم أن يكون السيد العبادي في ولاية الثانية؟